بعد انطلاق أولى رحلات حجيج نتوانسة من مطار قرطاج البارح، غادرت فجر اليوم أولى رحلات الحجيج الولايات الجنوب الغربي من مطار توزر نفطة الدولي باتجاه المدينة المنورة، واللي ضمت 265 حاج وحاجة وخمسة مرافقين. نتابعوا الأجواء في التقرير الموالي. غادرت في حدود الساعة 21 دقيقة من فجر اليوم أولى رحلات الحجيج لولايات الجنوب الغربي من مطار تونس نفط الدولي باتجاه المدينة المنورة، وضمت الرحلة 265 حاج وحاجة، 73 منهم من ولاية توزر و107 من ولاية قبلي، والبقية من ولايتي قفصة والقصرين، بالإضافة لخمسة مرافقين. السنة بصفة خاصة حطينا على ذمة حجيجنا الميامين طائرة لا 330 اللي هي تتمتع بكونفور قوي وباش يتنقلوا في ظروف حسنة، وعندها كاباسيتي سوت اللي تسمح لنا باش تهز الباجاج نتاع حجيجنا. الخطوط التونسية كيما باش تأمن 8 رحلة 35 رحلة ل 8400 حاج. هذه أول رحلة للخطوط التونسية من توزر. اليوم احنا نجيو باش نودعوهم وباش نقول لهم ادعيوا لتونس، وإن شاء الله معناها فهمني حاجتهم مقبولة، وحبينا نعرفوا زاد الانضراء الظروف نتاع السفر نتاعهم معناها فهمني على أحسن ما يرام ولا. الخدمة نتاعنا معناها هي تشتمل أنها باش تتقسم على أربعة أشخاص، الأشخاص هذونا كل مرافق يعتني بخمسين حاج من مطار توزر حتى المطار المدينة، المرافقة غديكة في المدينة بعدين حتى المكة وحتى للعودة إن شاء الله هني المطار توزر. الرحلة تم تأمينها دون تسجيل تأخير وفي ظروف طيبة، وتم اتخاذ كل التدابير الأمنية والجمركية والتنظيمية اللازمة لفائدة الحجيج اللي رافقتهم قبل المغادرة أجواء احتفالية أمنتها أحدى فرق السلامية. وجدنا معناها الظروف طيبة وعادية جدا نظرا لما قام به معناها المكلفون بهذا العمل من أعمال تذكر فتشكر، والحمد لله رب العالمين وصلنا إلى هذه المرحلة، وإن شاء الله نتمم مساكنا على أكمل وجه. كل شيء لاباس إن شاء الله يتعدى، وإن شاء الله غاديك زاد مرتاحين، نعدوا فترة معنا مرتاحين، ونشكروا اللي قام كل معناها بالواجب الكل. الحمد لله يا ربي وصلنا لهالنهار هذا، حاجتنا به نسعوا، كنا نسعوا قداش لينا باش وصلنا له، والحمد لله يا ربي كل شيء على أحسن ما يكون. هذا وباش تكون الرحلة الثانية من مطار توزر في اتجاه البقاع المقدسة يوم السبت القادم في حدود منتصف الليل وعشر دقائق، وتضم 164 حاج وحاجة من ولاية قفصة، على أن يكون موعد عودة الرحلة الأولى للحجيج يوم 19 سبتمبر على الساعة 7:30 مساءً.